شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، هذه القضية ديال تحفيظ العقار ورش مهم. الوضع الحالي اللي بين أيدينا بطبيعة الحال النسبة ما بين 25 و30%، واللي هي في الحق نسبة متواضعة. القانون اللي تكلمت عليه السيد الوزير فعلا كان مهم، ولكن ما كانش سهل، لأن شرفت عليه شخصيا، ولكن ما زالت عنده واحد الثغرات، واحد العيوب التي تشوبه واللي يجب تجاوزها. كذلك السيد الوزير في هذه القضية العقارات والتحفيظ ديالها، التفكير مع الوزارات المعنيه كذلك في احداث محاكم خاصه بهذه المنازعات العقاريه وبالعقار بصفه عامه. السيد الوزير، لا بد من تبسيط كذلك المساطر بالنسبه لهذه العمليه هذه، خصوصا القيام بكذلك حملات اشهاريه وكذلك حملات تحسيسيه في العمليه. هناك عقارات من الثمانينات وملفات اللي ما زالت عالقه الى الان فيما يخص هذه العمليه. السيد الوزير، لابد كذلك ان يشمل هذا النوع من التحفيظ بقيه الاراضي المستغله بشكل متواصل في العالم القروي واللي هي من اصل جماعي. لابد السيد الوزير كذلك الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات العالم القروي في هذه القضيه ديال التحفيظ فيما يخص بالسياده العرف. شكرا.